اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم عينك ميزانك. في هذه الحلقه غادي نتكلموا على العلاقه بين الطفل والشاشه، كما كانت التلفازه، حاسوب، طابلات ولا سمارت فون. غادي نشوفوا بان هذه العلاقه ماشي دائما علاقه ايجابيه. غادي نعرفوا كيفاش، علاش، وشنو هما الحالات. غادي نشوفوا اشنو هما المشاكل، غادي نشوفوا الاضرار، ولكن كذلك غادي نشوفوا اشنو هما الحلول. الاطفال عالم، وهذا العالم اليوم التكنولوجيا موجوده فيه بشكل كبير. التلفازه بالقنوات ديالها متعدده، الدي في دي، الطابلت ولا اللوائح الالكترونيه، السمارت فون ولا الهواتف الذكيه، الحاسوب ولا لورديناتور. الطفل كل شيء ولا في المتناول ديالو، صبع واحد بحركه واحده. عالم ديال اللعب، ديال الافلام، ديال الرسوم المتحركه، عالم ديال الاغاني، وكل البرامج اللي بغى يتفرج فيها موجوده. هادشي مزيان، ولكن اليوم التلفازه بشكل عام، الشاشه والعلاقه ديالها مع الطفل، المختصين في العديد من المجالات اللي عندها صله بالطفل كيقولوا يمكن يكون فيها مشكل. ماشي غير التلفازه اللي كتاثر على الطفل، هو الشاشات، جميع انواع الشاشات. ملي كنهضروا على الشاشه ما خصناش نهضروا بعدا على الشاشه موان دو 3 ans. Pourquoi? Parce que à partir moins de 3 ans, les enfants de moins de 3 ans, ils ont besoin de quelques repères, des repères corporels et des repères temporels. هاد السنوات الاخيره بزاف ديال الوليدات والبنات الصغار 4 سنين 5 سنين اللي عندهم اعراض اللي كتشبه المرض التوحد. كاين شي وليدات تزادوا عندهم لو سيرفو سوسيال عندهم مزيان، ولكن خاصو يخدم ويتنمى اون انتيراكسيون مع داكشي داير به. Alors, avec la télévision, il n'y a pas d'interaction. Je n'ai même avec la télévision. Mais à la tablette, il n'y a pas d'interaction. باش تفهموا اكثر على هذه المشاكل اللي يمكن تبان عند الاطفال، ناخذوا حاله ديال هذا الطفل اللي غادي نسميه علي. اليوم الاب ديالو جابو عند دكتوره املي اللي متابعه هذه الحاله دي سنين، وهذه سنين ضرب الاسره كيعاني مع ولده. كانت كتخلي قدام المشكل ديال طه تقريبا اكتشفناه حنا واحد تقريبا واحد سنتين، بان لينا السلوك ديالو ماشي طبيعي. فبزاف الناس قالوا لنا باللي راه لربما الدري ديالكم راه عنده مرض توحد، والسبب هادشي كامل قلنا لربما بان فعلا كاينين شي اعراض ديال التوحد. ف الناس كثار قالنا باللي فعلا الدري عنده التوحد، جبنا عند الدكتور شافته قالت لنا راه الدري ما عندوش توحد، ولكن ملي حكينا لها قالت لنا واش اول سؤال قالت لنا واش الدري كيتفرج في التلفازه بزاف. اكدت لها فعلا، قلت لها الدري كيتفرج في التلفازه بزاف. حنا الام ديالو كانت جاتها واحد الوعكه الصحيه من بعد ما تولد تقريبا نقول لك واحد 8 شهور ولا 9 شهور. انا مشغول خارج البيت طول الوقت، ما عنديش وقت بزاف. اذا خلاته امام التلفازه على اساس انه ربما الدري راه التلفازه تزيد تنمي ليه القدرات اللغويه ديالو والنطق وسميتو، يعني كانت عندنا هذه الفكره واكتشفنا من بعد بلي خاطئه. الدري النهار كامل يعني الصباح والعشيه ما كيحيدش عينه عن التلفازه، يعني النهار كامل النهار كامل، يعني الاغاني وداكشي ديال الوليدات وسميتو. هاد الحالة ماشي هي الوحيدة اللي كتجي عند الدكتورة أملي، كاينين الأطفال عندهم نفس المشاكل بحال علي. كما سمعنا الأب ديال علي، ولدو من نهار تزاد هو قدام التلفازة من الصباح حتى الليل، العالم ديالو هو التلفازة. دابا إذا داز فشي بلاصة وسمع ديك الجينيريك ديال ديك القناة اللي كان كيتفرج فيها كيوقف، كيتبلوكا، كيقلب فين كاين هذيك القناة. هنا كتبين لنا الآثار السلبية ديال الشاشة والمدة الزمنية اللي كنخليو الوليد قدام الشاشة على النمو ديالو والنطق ديالو والتواصل ديالو. هاد الوليد كان سحاب اليوم عنده توحد، هو عنده الأعراض ديال التوحد ولكن ما عندوش توحد، لأن مجرد ما حيدنا الشاشة ولا ما عندوش ديك الرابط مع ديك الشاشة، ولا تيقلب شنو يدير، ولا كيتواصل أحسن مع والديه، مع المحيط ديالو. هاد المشكل اللي عند علي ولا الاطفال اللي كيعانيو نفس المشكل عنده الحل، يمكن يتعالج، ولكن هاد العلاج ماشي سهل، خاصو بزاف ديال الحوايج، خاصو بزاف من الاختصاصات. المده اللي دوز ديك عام ونص عامين هو مدوزو قدام التلفزيون، خصنا واحد عام ونص حتى عامين قد هذيك المده اللي دوزنا، خصنا هاد الخدمه مع بين مختصين ديال تقويم النطق، لورتوفونيست، بسيكوموتريسيان، بسيكولوج، كلشي هادشي غادي يخدموا مع هاد الوليد باش يكلو يتواصل احسن، نساعدوه باش نقصوا من ديك الوتيره اللي خليناه يبعدو. غيدير هاد المده مع هاد الاختصاصيين، غنقلصوا ديك المده اللي غادي يرجع فيها هو في المعاملات ديالو والتصرف ديالو والتواصل ديالو، يكون عنده تواصل ديال الوليد ديال السن ديالو.
اليوم اولاداتنا ما محتاجين حتى لواحد باش يشعل لهم التلفازه البارابول ولا الدي في دي باش يتبع الرسوم المتحركه اللي بغا ولا اي برنامج بغا يتفرج فيه. تيليكوموند ولا آلة التحكم من بعيد سهلات القضيه. اير والله يجزيكم بخير. بغيت ندوز واحد النداء في هذا يعني كاستفاده من هذه التجربه اللي مرت بها انا ندوزها للوالدين. وياكم تحطوا وليداتكم امام التلفازه، الله يجزيكم بخير ما تضيعوش وليداتكم في الشهور الاولين ديال العمر ديالهم وتحطوهم امام التلفازه، راه عندها واحد التاثير خطير واحد التاثير سلبي بزاف على الوليدات، راها 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 كارثه على وليداتكم. هاد القضية ديال وليداتنا باقيين صغار قدام التلفازة نهار ومطال كنشوفوها بزاف. الأم ما عندهاش الوقت، عندها بزاف ما يدار في شغل الدار، كتحط الولد ولا البنت ديالها قدام التلفازة. الوالدين خدامين، الطفل ديالهم كيبقى مع الخدامة كتحطو قدام التلفازة باش دير خدمتها. ماشي غير التلفازة اللي كتأثر على الطفل، هو الشاشات، جميع أنواع الشاشات، يعني التلفازة، يعني الحاسوب لورديناتور، يعني التابلت والتليفون بورتابل سمارت فون، راه شي هاد الشاشات كلهم الطفل كيتعرض ليهم. الطفل عنده واحد حب استطلاع، لا كيوريوزيتي، اي لي كيوريو، ديك لا كيوريوزيتي خصنا نستجبوا لديك لا كيوريوزيتي، يعني هو بغى ماما شنو هادي، خصني نجاوبو نجيبها له نفسرها له ونلعب معاه فيها ونوريه شنو هي. داك الاب والام اللي ما تيكونش حاضر وما تيكونش يرافق وليده في اليوم ديالو من الصباح حتى الليل، حاطو قدام التلفزيون، يعني انه هو ما يكتسبش مهارات وغادي يرجع لينا اللور بالنسبه للنمو ديالو في الذهن ديالو. وكما سمعنا الحاله ديال عالية العلاج فيه واحد العديد من الاخصائيين، العلاج الطبي، العلاج النفسي، العلاج الحركي والعلاج النطق. الاطفال عندهم مشاكل في الكلام. ناول بالرضا اخصائيه في علاج النطق بالفرنسيه اورتوفونيست. Moi, personnellement, je reçois beaucoup de cas ici au cabinet, mais ces dernières années, je reçois beaucoup de cas avec le premier signe d'alerte, c'est le langage. Avant, on recevait celle à partir de 4 ans, 5 ans, quelques troubles d'articulation, quelques troubles de langage, un petit retard. Mais là, quand les enfants viennent, c'est avec zéro langage. Et à partir de l'enfant, il a 2 ans et demi, 3 ans. مي بوكو كنشوفوا هاد الظاهره بزاف وعاد. منين كنسولوا اول سؤال ديالنا لي بارون كيقول لك الولد الطفل كيكون نهار كله هو مع الشاشه، كيفطر بها، كيتغدى بها، وكينعس بها، ويفيق بها، دونك طوت لا جورني وهاد الطفل كيكون مع في الشاشه كيشوفها. دوكو il y a pas d'interaction avec le loulid, il y a pas de langage, il y a pas de développement, aucun développement ni moteur ni du langage ni rien du tout. النمو ديال الطفل كيمر بمراحل وكل مرحله عندها الاهميه في التكوين ديال الطفل، كاين الجانب النفسي، الجانب الحركي، السلوكي الى اخره. الاخصائيين اللي دقينا بابهم كلهم كيدقوا ناقوس الخطر اللي عندهم في العيادات ديالهم. الحاله ديال علي كتكرر مع اطفال اخرين. لا رياليتي هي داك الوليد اللي قبل التلفازه منقطع على العالم ديالو، تيكون كي قلتي عنده عوارض ديال لوتيزم انطواء. في الفتره الاولى ديال ديفلوبمون ديال لانفون واحد لا بيريود سنسوري موتريس مهمه. شنو هي هذيك لا بيريود سنسوري موتريس؟ سي العلاقه ما بين لي سانس الحواس ديال الوليد وما بين الانتيليجنس ديالو والتواصل ديالو واذا النمو ديالو. فاش تيكون هذاك الوليد جالس مقابل التلفازه ما تيهضر مع حد، ما تيشوفش حد، وما تيقيس حتى شي حاجه، هذاك لو ديفلوبمون ما تيدارش دو فاسون هارمونيوز. اذا ما عندوش داك الفرصه باش يجرب العالم اللي موراه، باش يحبو، باش يدير لي كورديناسيون ديالو، باش يقيس، عرف هاد الكاس تيتهرس، هذا ما تيتهرش، كيفاش تنلعبو، كيفاش تنتواصلو، كيفاش تنديرو شي طلب. هذاك التلفازه بحال الا قلتي لانفاي، تيبقى غير يتفرج لي زانفورماسيون تيجيوه، هو ما كاينش لو فيلتر، إذن تتقاطع على هذاك التواصل. ومن كيتقطع التواصل مع العالم الخارجي، مع الوالدين، مع العائلة، الأب ولا الأم كيصحاب لهم بأن ولدهم ولا بنتهم عندها توحد، مع العلم أن التوحد حاجة أخرى. الطفل كيكونوا عنده غير أعراض ديال المرض بحال هاد الحالة ديال علي. بعد ما مشينا على الطبيب العائلة عرفت أشنو هو المشكل. كاينين ولادات يتزادوا افيك غنشوفوا ان بيبي، نشدو ان بيبي نشوفوه، هاد تضحك معاه، تقولو غ، هاد يتجاوب معاك، هذا بصفه عامه، هاد تعيطلو هيشوف فيك. ان تو بيتي، جو نو بارل با دي غران، تنشوف ان تو بيتي، ان بيبي، بروميير اني، دوزيام اني دو في،
نورمالمون ان بيبي خصو يتواصل معاك خصو يتحاور معاك واخا ما يكونش لونغاج دونك سي 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 الكفاءات ديال الطفل ديال الرضيع انه يتجاوب مع الناس وانه يندمج مع الناس دونك كاين شي ولادات اللي تزادوا عندهم هاد الكفاءات ناقصين كاين شي ولادات تزادوا عندهم لو سيرفو سوسيال عندهم مزيان ولكن خاصو يخدم ويتنمى اون انتيراكسيون مع داكشي داير به الو مع التلفازه يا با دانتيراكسيون شنو عندنا مع التلفازه مع لا تابليت يا با دانتيراكسيون واخا تيبان لك تيضحك مع التلفازه ولكن راه ما سي با كويرون خصو يضحك مع بنادم والطفل محتاج انه يلعب ويلعب بالجسم ديالو خاصو يتحرك خاصو يجري باش نفهموا اشنو هو الدماغ الاجتماعي ولا لو سيرفو سوسيال هي منطقه في الدماغ عندها بزاف ديال المهام عند الانسان من هذا الوظائف انه مسؤول على التحكم في العلاقات ديالنا مع الاخرين الوغ كيما تكلمنا على الوليدات اللي عندهم هاد لو سيرفو سوسيال ما عندوش مشكل نتكلموا على الوليدات اللي تزادوا بلو سيرفو سوسيال فيه مشكل ها تقول لي ديجا سيرفو سوسيال فيه مشكل دونك واش يمكننا ننميوه واش يمكننا نغيروا الامور وي جوسكاي ان سيرتين ميزور نقدروا نغيروا شي امور لان واحد لا نوسيون جديده هي لا نوروبلاستيسيتي دو سيرفو الوغ لا نوروبلاستيسيتي مع كيف نقول لك بحال لا كاين واحد المطاطيه في العقل مي تزاد انا تنقول باش نفسر الاباء تنقول لهم لو سيرفو مازال بحال واحد لاباطا مودلي محدها طريه وفتيه نقدروا نخدموا عليها مي تتقصح بحال اللي جينا قليل ما ندير دونك انا لاش في الطفل في ديك الاعوام الاولى يمكننا نخدموا به نخدموا معاه يمكننا نستيمولوه يمكننا نغيروا شحال من حاجه يمكن لو نوايو النواه ما نغيروهاش ولكن عندنا واحد لا مارج ديال الخدمه اللي نقدروا نخدموا فيها واللي نقدروا نغيروا الامور حيت كاين شي واحد يقول لك ودابا صافي لا طلع عطاه دابا تزاد بحال هكا لا هاد لا نوسيون دو نوروبلاستيسيتي سيريبرال غيرات لينا شحال من حاجه الدماغ ديال الانسان عالم غريب عالم عجيب مكون من العديد من الحوايج ما كتبانش الاكثريه ديالها بالعين المجرده مسؤول على بزاف ديال الوظائف والاعضاء التلفزه ولا الشاشه وحسب الابحاث اللي دارت ولا الحالات اللي شفنا يمكن تخربق الاداء ديال هذا العالم العجيب ديال هذا العالم الغريب الدماغ ديالنا من صفر حتى لثلاث سنوات في التكوين الخلايا ديال الدماغ ديالنا في التكوين باش يتعلم الطفل انه يشد يديه يحل يديه يدير هاد الحركيه صغيره هكا 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 حركيه هاد الحركه اللي كنسموها حنا لابانس باش دار خصها واحد المده عند الطفل باش دار وهاد لابانس هي اللي كتشد ستيلو هي اللي كتشد المعلقه هي اللي كتشد الحوايج هي اللي كيخيط يصوب بها هي البدايه ديال واحد المسار ديال الحركات اللي هما غيعطونا مهارات فالمهارات التربويه ديال الطفل ما يمكنلوش يتعلمها اذا ما كانش معاه واحد المرافق اللي هو الام ديالو الاب ديالو المربي ديالو اللي تيلعب معاه وتجلس معاه يعني الاحتكاك الجسماني الفيزيك يعني نعطي ليه كويره يلعب بها ونجلس معاه لوحالي لوحاليه يشدها يمسها بيديه حتى ديك لا تيكستور واش هذا حديد واش هذا بلاستيك واش هذا ملس واش هذا حرش واش هذا باد واش هذا سخون هذاك الشيء ماشي غادي يدور الطفل وهو جالس في ديك الكونه كيتفرج التلفزيون ما يمكنش الطفل خاصو يلعب بيديه نرجعو نتكلموا على الدراسات اللي دارت على هذا الموضوع كنعرفوا بان الدماغ ديالنا فيه مناطق وكل منطقه علاش مسؤوله على ابحاث بيناس بين الاطفال اللي كيشوفوا التلفزه بزاف كتخدم عندهم غير الجهه ديال اليمين ديال الدماغ هذه الجهه هي اللي مسؤوله على العاطفه والنتيجه بحسب هاد المختصين هو نقصان القدره على التعلم وكذلك فقدان التفكير النقدي ولا ليسبري كريتيك الانتيليجنس ديال لي بروميير زاني الي دابور موتريس اي سنسوريال تيشم شي حوايج تيشم شي اصوات تيشوف شي حوايج الوغ كو التلفازه ملي تنديرها تنمي غير واحد البلاصه بسيطه في لو سيرفو ما تنعطيش واحد التغذيه شامله اي لي زوتر لي زوتر زون دو سيرفو تينقصوا حيت العقل ديالنا الا ما خدمناهش شنو اللي وقع ليه يتقلص لي موسكل ما خدمناهمش لي موسكل دو كور سي جو في با دو سبور ما خدمتش لي موسكل ديالي يتمشيو لي دوا سي دي موسكل اي سي مي دي موسكل نخدموهم الايباد ولا لا تابليت صافي با طرافاي لي موسكل اون في طرافاي لو لاندكس c'est tout ce qu'on fait travailler alors que l'ouli tsrek le makanch endo tablette ma endo chala chno aydi ça bricole ça manipule un petit rsou manipule bidi il me sadi il me sadi il mchi lhadi il dir puzzle bidi il dir il mchi la cuisine il ساهم في الدار يحط الطبله يجمع الطبله et ça fait travailler les muscles de la main fach nwoslo le geste de l'écriture ma nach mouchkil hit hada l'ouli deja khdem sbi'ato
العديد من الباحثين في العالم اليوم كيتكلموا على التأثير ديال التلفاز على الأطفال. الاختصاصيين اليوم راهم متفقين على أن المبالغة في المشاهدة ديال التلفاز يمكن يكون عندها أضرار على الطفل كيتأثر بشكل كبير على الخلايا الدماغية ولا النغون. نتيجة ديال هذا الشيء كيبان في السلوك ديالهم وعلى صحتهم. الوليد خصو يمانيبولي يحرك اللعب ديالو واخا في الكوزينه واخا الباسينه عمر خوي لي زيكسبيريونس سنسوري موتريس اللي عاديين اللي وليدات كلهم تيعيشوهم بلا مدرسه بلا شي حاجه. هو يجرب الفضاء اللي عايش فيه، ما عندوش القدره باش يديرها حيت مقابل التلفازه. اذا هادوك لي كونسيبت اللي خصو يكون في راسو بالتجربه ما تيكونوش، ما غيعرفش لي فورم ولا ما غيعرفش لي كولور ولا ما يعرفش لي زاكيزيسيون دو باز، لي زاكيزيسيون ديال القدرات ديال لا موتريسيتي فين كيفاش يتحرك بيديه. بحال دابا عندي بزاف ديال الوليدات اللي تيجيو للكابيني بقاو ما عمرو مقاس حتى شي تكستور حتى شي ماده، ما عمرو مقاس لا طحين لا صابون لا حبه على على الموكيت شي حاجه قاصحه، غير تحط له شي تكستور شويه غريبه ما تيقدش يقيسها. اذا حتى فاش غيجي يستعمل يديه من بعد والاباء طول سويت يخمو في المدرسه باش يكتب، هذيك لا موتريسيتي ديال اليدين كاع ما لي با ديفلوبي. علاش؟ كاع ما قاص كاع ما حرك كاع ما دار حتى شي حاجه بداك اليدين كانبقى قبل التلفاز. اللمس حاسه مهمه في النمو ديال الانسان، كتبدا من الجلد وكتنتهي في الدماغ. الجلد فيه الالاف من الخلايا وكل نوع المهمه ديالو. مثلا الانسان كيقيس شي حاجه بارده هذا الاحساس كيطلع مع الاعصاب كيمشي النخاع الشوكي ومن تماك الدماغ، وفي الدماغ كاين منطقه مخصصه للمس وهي اللي كتحلل الاشكال المسوا الحراره كيفاش داير الى اخره. ديكسبوزيسيون التعرض للشاشه كثير كيعطينا خطر واحد اخر عاوتاني. كنهيئوا هاد الاطفال للادمان على الشاشه واللعب الالكترونيه من بعد تيولي الدري ماكلوش، خصو يلعب ديك اللعبه ديالو، خصو يتكونسونطر، خصو يبقى قدام الشاشه ضروري. وانا شفت لي بارون، انا واحد المساله زعما ماشي هزاتني انا استفزاتني اندهشت وقلقت بزاف. واحد الام عطات لقدامي التليفون باش الوليده يسكت، دارت له لاشين يوتيوب، يوتيوب حطاتو اليوتيوب، اليوتيوب هو عارف كيفاش يدخل. لي صدحكتي والله دكتوره اللي تعرف يمشي اليوتيوب يحل اليوتيوب يعرف اش اختار شنو غيتفرج، اللي يعرف يختار شنو كيتفرج، باش عرفتي غيعرف يختار شنو غيتفرج. الطفل كيدخل اليوتيوب كيختار شنو غيتفرج، ايو اقل ان الطفل يعرف يختار ضروري ما غيعرفش يختار. غادي يمشي اليوم غدا غادي يطيح في شي برنامج اللي هو غادي يعلمو شي حوايج خايبين بزاف. هاد القضيه ديال الادمان على التلفازه ولا على الشاشه باختلاف ديالها، التابلت البورطابل الاورديناتور على العاب الفيديو اللي كنسمعوا عليها بزاف الناس المختصين وعندهم علاقه بهذا الموضوع بحال المحللين النفسيين ولا كيشوفوا حالات عندها هذا المشكل في العيادات ديالهم. واللي ولينا كنلاحظوا بزاف هو ان هاد الوليدات ما بقاوش كيتحطوا حدا التلفزيون ساعه ولا ساعتين ولا نص ساعه، ربما بحال هادي 20 عام دابا هاد الوليدات ولاو كيضلوا النهار كله. يعني تقريبا نقول لك حنا في خدمتنا يوميا كنشوفوا اطفال عندهم اضطرابات نفسيه مهمه، عندهم يعني تعطلوا في الهضره، تعطلوا في المشي، تعطلوا في بزاف د الحوايج. وملي كنهضروا مع الامهات كنقول لها شحال ديال الوقت مثلا الوليد ديالك كيدوز نهار حدا التلفزيون، كتقول لك ماشي بزاف. تقول لها شحال هي ماشي بزاف؟ كتقول لك غير ملي كيفيق حتى كيتغدى، وفاش كيتغدى كينعس واحد نص ساعه، وتاني العشيه حتى كيجي في الليل ولا كيجي با في الليل. يعني الطفل كيدوز 7-8 تسويع حدا واحد الشاشه. اذا هنا كيفاش هاد الطفل ننتظروا منه مثلا انه يكون مرتاح نفسيا؟ كيفاش ننتظروا منه انه ينمي الذكاء ديالو؟ كيفاش ننتظروا منه انه ما يكونش عنده دي سيمبتوم ديال بعض الامراض؟ بينات دراسات تدارت على هذا الموضوع بان الطفل من كيشاهد التلفازه بشكل كبير، الطفل وحسب الابحاث كيكون بحال شي واحد في حاله ديال النوم، بحال شي واحد تحت تاثير ديال التنويم المغناطيسي ليبنوز. parmi الاعراض اللي تلقاو عند الوليدات اللي تيبقاو التلفازه بزاف هو صعوبه في لي انتيراكسيون سوسيال، صعوبه في التواصل بصفه عامه. هنتكلم على لو لونغاج بوحديتو والتكلم بوحديتو، حيت تقول التواصل كاين تواصل انفرافيربال، ما كاينش غير التواصل بالهضره. يعني قبل ما يكون التواصل بالهضره كاين تواصل انني بغيت شي حاجه نعيط لك عليها ونقول لك شتي هذه، ولا انت تنعيط لي عليها ونتبع لا ديريكسيون ديال الشوفه ديالك. كاين انا ندير لك باي باي بسلامه فاش نمشي تولي عندك بابا كنعسني. دونك هادو واحد لي سين ديال لا كومونيكاسيون انفرافيربال اللي حتنقلبوا عليهم عند الوليدات الصغار. واللي الوليدات اللي عندهم اللي بقاو بزاف قبل التلفازه وتعرضوا بزاف للشاشات يقدوا ماشي ديما ما يقدوا انهم ما ينميوهاش هاد القدرات.
اي سي بور سا كو عندنا اعراض قرابين من التوحد، لان التوحد فيه ثلاثه ديال الاعراض برينسيبو: مشكل ديال التواصل بصفه عامه، مشكل ديال الانتيراكسيون سوسيال، والمشكل ديال الكومبورتمون. دونك هادو هما لي دومين برينسيبو اللي تيكونوا مقيوسين في الاوتيزم. باش نلخصوا ثلاثه ديال النتائج عن الطفل اللي كيشاهد التلفاز بشكل كبير بحاله بحال اللي عنده توحد: كاين مشكل ديال التواصل، مشكل ديال التفاعل مع المجتمع، ومشكل ديال السلوك. وهاد الاعراض هما اللي كانوا عند علي الطفل اللي سمعنا الاب ديالو في البدايه ديال الريبورتاج. الو عندنا مشكل اخر هو تعطل في التكلم، وليدات لانه موطر دو لانغاج. واخا لا بلوبارت الاباء يمكن لا وانا التلفازه تعلم لي شحال من كلمه جداد، تعلم لي لغه جديده، تعلم لي، ولكن يمكن كما كانت التلفازه يتعلم حسن ويتعلم اكثر ويتعلم بطريقه واحده اخرى. دونك ما نطيحوش في هذا الفخ ديال انا ولدي قبل التلفازه يتعلم شحال من حاجه. واخا يتعلم شحال من حاجه راه سي او ديتريمون دوتغ شوز. دونك هذا سي ان بياج اللي ما خصناش نطيحوا فيه. تعلم عن الطفل كيمر بمراحل، وكل مرحله وعندها الخصائص ديالها والاهميه ديالها في النمو ديال الطفل. نشوفوا اشنا هي المشاكل الاخرى اللي كيتعرض لها الطفل ملي كيكون كيشاهد التلفازه مده كبيره كل يوم. الطفل الصغير خصوصا قبل 3 سنين يتعلم ليس فقط بالسماع، يتعلم بالسماع وكذلك بالمشاهده ديال الفم ديال المخاطب ديالو، فهو يقلد حركات الفم ديال المخاطب ديالو. الا كان مثلا عندنا رسوم متحركه، حركات الفم جهه والصوت في جهه اخرى، غادي يكون عند الطفل صعوبه في تعلم النطق. الطفل قبل 3 سنين كيكون نفسه بالتفاعل مع العالم اللي داير به. حسب الناس اللي خدموا على هذا الشيء، التلفاز يمكن ليها تحبسه وتخليه ما كيتفاعلش مع هذا العالم الخارجي، تخليه عباره عن متفرج. النمو ديال الطفل كيبدا بالحركه والتفاعل مع الاشخاص والاشياء اللي دايرين به. Alors, en fait, il y a un nqs takiz. Alors, nqs takiz, ça revient toujours au cerveau. Alors, علاش nqs takiz? Mhit, le cerveau, il reçoit des stimulations. Il réagit à la dik les stimulations li wslo li. Alors, ana mit nakhod le cerveau ou tanta les stimulations visuelles. On donne des images, de la lumière et du son. Hachi tanta le cerveau. Yani tanfard alih wahed le seuil de stimulation. Alors, il nqs hadik le seuil. Et je vais donner notamment l'exemple d'un livre avec du papier et de l'encre. Où je te donne, le cerveau il va réagir. Bien sûr, il y a qui va réagir à une certaine décharge électrique. Il a un qsm la décharge électrique. Le cerveau m'a dit j'ai oublié. Et donc ça fait des enfants qui ont des mouchkil, qui ont des kzou de plus en plus. بعد الدار في المانيا، وهذه الدراسه دارت على واحد المده ديال 17 عام، الباحثين خداو رسوم دار اطفال العمر ديالهم 5 سنين 6 سنين، ولقاو بانه من حد الطفل اللي كيدوز وقت اكثر قدام التلفازه، والرسوم ديالهم كتنقص من التفاصيل وكتقل فيها الموضوعيه، رسوم ما عندها حتى معنى. نمشيو نقطه بنقطه ونحدوا النقاط اللي تتاثر فيها الشاشه. نقطتين مهمتين اللي تتاثر فيها الشاشه. النقطة الأولى التركيز. إلا شفنا بأن خصوصا في الفترة الحالية، سواء السمارتفون ولا التلفازة ولا الحاسوب ولا التابلات إلى آخره، باش يجذبوا الانتباه ديال الطفل خصوصا الطفل، تيكونوا التنبيهات البصرية ستيمولاسيون لومينوز، تغيير المشاهد بسرعة على شكل لي فيديو كليب ولات عاديه، الاصوات. يعني لابد من جذب الانتباه خارجي، في حين ان التعلم ضروري، التعلم العادي ضروري من ان يكون الانتباه داخلي، لان الكتاب مثلا ولا الدرس في المدرسه رغم ما دير الاستاذ ولا الاستاذ في جذب الانتباه، ما غاديش يكون بالستيمولاسيون لومينوز وبالستيمولاسيون اوديتيف، تيكون عادي. ضروري من انك يكون عندك من الداخل ديالك هذاك الانتباه. هنايا تنقص الانتباه، لان الدماغ ديال الطفل تيكون متعود على جذب الانتباه من الخارج.
حسب الاخصائيين اللي سولنا على هذا الموضوع، الطفل كيدوز بزاف من الوقت ديالو قدام التلفازه كيكون عنده خيال ناقص. سولناهم علاش وبالاخص الاطفال الصغار، جاوبونا وقالوا لنا بان التلفازه بالرسوم المتحركه اللي فيها والافلام اللي فيها كتولي هي العالم ديالهم وكيبقى محبوس فيها، والطفل محتاج لوسائل اخرى باش يطور الخيال ديالو. عندي بزاف الوليدات تيقولوا لي بقيت تنتفرج في لا تيلي ونعست، صافي دير كاينه لا تيلي في البيت. Donc, elle dit, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour les enfants. Pas juste, elle a ou dit que je l'ai dit, elle a dit, elle a dit, mais le cerveau est stimulé, 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 le point, et elle a dit, 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 elle a. Donc, évitez la télé. En plus, je dis la télé dans la chambre de l'enfant, je n'ai pas de contrôle. Je n'ai pas de contrôle. Il peut faire que je ne sais pas, je ne sais pas, mais il est tout petit. Et je n'ai pas de tout. يعني جاو عندي وليدات بالاضطرابات ديال النوم، ولا تينوضوا في الليل تيديروا لي كوشمار، تيشوفوا شي مشاهد عنيفه. هادشي ما تكلمناش على لو كونتوني، حنا بقينا غير بصفه عامه. دونك با دو تيلي دون لا شامب دي زانفون. دراسات بينات كذلك بان الطفل الرضيع اللي كيدوز بزاف من الوقت ديالو قدام التلفازه، ملي غادي يكبر غادي يبقى يدوز وقت كثير قدام التلفازه، وهذا الشيء عنده عواقب كثيره في النمو ديالو، في الدراسات ديالو، في الصحه ديالو، وكذلك الطفل كيولي مدمن على التلفازه. إلا كان الطفل ديالي تيدخل مع الستة د العشية تيتفرج ربعة السوايع سواء في التلفازة ولا في البيسي ولا إلى آخره، خصوصا إلا كانت في الغرفة ديال النوم ديالو، تيستعمل الهاتف الذكي ديالو ولا ديالي ولا ديال الأم ديالو إلى آخره فترات طويلة، وتينعس متأخر، تينعس متأخر الغد ليه مفروض عليه ان ينوض في الوقت ديالو. دونك تنأثروا على المده ديال النوم، كما اننا نؤثر على لا كاليتي دو سومي، كاليتي دو سومي بناء على داك الشيء اللي شاهدوا في النهار ديالو، خصوصا الا كان العنف ولا لا كان مشاهد ما هياش، تتاثر على لا كاليتي دو سومي، تيكون عنده اضطراب في النوم. أثبتت الدراسات الحديثة سواء اللي دارت في كندا، في أمريكا، في الصين، أن الأطفال اللي عندهم مشاكل ديال النوم تيكون عندهم مشاكل في التعلم وفي التحصيل الدراسي بالخصوص، دونك تيكون عنده تأخر في النقاط. اضطراب النوم عنده عواقب كثيره، التركيز عند الاطفال كينقص، وهذا الشيء كيكون عنده تاثير مباشر على التعلم ديالهم. دراسه دارت بدات في السبعينات ودام 30 عام بينات بين الاطفال اللي كيتفرجوا في التلفزه بزاف، المستوى الدراسي ديالهم كيكون جد متواضع. بالنسبه للاخصائيين تقريبا كاملين اللي ديال العلوم العصبيه اللي مهتمين بالذاكره والتعلم، تاكدوا بان النوم من اهم المسائل اللي تتعطينا ما يسمى بالتثبيت، لا كونسوليداسيون، تثبيت ما تعلمناه في النهار. ونقدر نقول لك بان العباره اللي تنقولوا بالدارجه ولا الدعاء ديال الله يقريك في النعاس، بانه صحيح حنا تنتعلموا في النعاس. كيف ذلك؟ لان في النوم يتم اعاده بشكل سريع على مستوى الدماغ كل ما تعلمناه بالنهار. الناس اللي عندهم مشاكل في النوم تيكون عندهم مشاكل في التعلم، وهذه المساله محسوم فيها علميا بان على مستوى ما يسمى بالحصين ليبوكومب، وعلاقته مع جميع لي زيميسفير سيريبرو الفصين ديال الدماغ، تتبدا تعاود نفس ما تعلمناه بالنهار. وتنعرفوا بان اعاده ما تعلمناه تيخلق لنا شبكات ما بين العصبونات، لي سينابس، هو اللي تيعطينا لي سينابس. وقد ما كانت هاد العمليه تتعود، تيكون داك لي سينابس بحال الشكل ديال، نعطي مثال اللي تيعطوه اسميتو علماء العلوم العصبيه، هو بحال شي ان شون، شي ولا غابه، الا كانوا تيدوزوا منها من شي طريق تيدوزوا منها بزاف، ديك الطريق تتبت، ما يمكنش تبدل، ماشي بحال لا دزتي منها مره واحده فاسيلمون، الا جا شي ريح تيسدها. وهذا هو الدور المهم ديال النوم في التعلم، و
للاسف ان الناس العامه ما تعطوش الاهميه للنوم. وحسب هالدراسات الطفل ما كيناش مزيان بزاف الحوايج كتبان عليه، كيولي كيتقلق بسرعه، الدماغ ديالو ما كيبقاش يميز، في بعض الحالات يمكن تكون شبه هلوسه، الطفل كتولي عنده مشاكل في الهضره، ما كيبقاش ينطق الحروف مزيان ويقدر يولي يتمتم. مشاكل صحيه تقدر تبان بحال الجهاز المناعي كيضعف، الدماغ كيتاثر بزاف من قله النوم. قله النوم عندها انعكاسات صحيه على الجسم كله. على المستوى الفيزيولوجي عندنا في الدماغ في كل فص من فصي الدماغ عندنا ما يسمى باللوزتين، بحال اللوزتين عندنا في الحلاقم عندنا لوزتين، وهما اللي عندهم كيف ما نقولوا اللي تي يجاريو لا جيستيون ديال الخوف و لي سين دالارم، شي حاجه اللي الارمونت واللي تتأثر بطريقة لا واعية بدون وعي على مناطق كثيرة في الدماغ. وأثبتت أبحاث، وخا هي غير على الحيوان، أبحاث أن مثلا فئران إلى كانوا تحت الضغط النفسي لمدة طويلة تعطونا موت ديال الخلايا في مناطق كثيرة من الدماغ. النتيجة هو ان الطفل فاش تيكبر شي شويه تيكون عنده اضطرابات في السلوك. كاين بعض الباحثين اللي تيقولوا بان ربما داكشي يوصل ان يكون عندنا ما يسمى بالبسيكوباتي، لان المناطق ديال الدماغ خصوصا المناطق ديال التعاطف لومباتي تيكونوا متاثرين لي بالخصوص تيكونوا على هذا المستوى ديال النويو اميغداليا، يعطيونا بأن من بعد يكون الطفل ديالنا من اللي يكبر بطبيعة الحال يكون عنده مشاكل مع المجتمع. اللوزتين اللي عندنا في الدماغ وتكلم عليهم الدكتور القمري، الدور ديالهم هو أنهم كينبهونا للخطر ولا أي حاجة يمكن تشكل خطر علينا، باش الدماغ ديالنا يوجد الجواب على هذا الخطر، بحال على مستوى الحركة والجسم ديال الإنسان كيتهيئ لهذا الخطر. هناك أمر آخر رغم أنه أبحاث جديدة، هو التأثير ديال مشاهدة بالأخص ألعاب الفيديو خصوصا ثلاثية الأبعاد والنظر ثنائي العينين، لأن العينين ديالنا باش نحدو لا فورم ديال الأشكال تنحدوها إلا شفنا بعينينا بجوج. لقاو بأن هناك خلل، الاطفال اللي تيشوفوا بزاف 3 دي تيوقع عندهم خلل في النظر لا فيزيون بينوكولير. كاين حاجه اخرى حتى هي فيها مشكله على العين، هو الضوء الازرق ولا بالفرنسيه لا لوميير بلو. الضوء الازرق هو داك الضوء اللي كينبعث من التلفازه من سمارتفون ولا من لورديناتور ملي كيكونوا شاعلين، وهذا الضوء فيه مشكل ماشي غير على العين ولكن حتى على الدماغ. الا تحدثنا عن التعلم، علماء العلوم العصبية أخصائيين العلوم العصبية الحديثة تحدوا على الأقل 5 تيتسموا لي برينسيب ولا المحددات ولا الركائز ديال التعلم. أولها التركيز، أولها التركيز، ثانيها النضج ديال الدماغ، يعني ما يمكن ليش مثلا أنا نسبق حاجة على حاجة. التعلم تيكون في مراحل، ينضج الدماغ ديال الإنسان باش يتعلم حاجة أخرى. الثالثة الإعادة، الإعادة. الرابعة تتسمو المعلومة الراجعة لو فيدباك، خصك تعرف واش هذاك الشيء اللي تعلمتي صحيح ولا ماشي صحيح. والخامسة النوم. إذن باش الطفل يتعلم خاص تركيز، خاص النضج، خاص المعلومة تعود مرات باش يشدها الدماغ ديال الطفل، خاص رد الفعل، وخاص النوم. الطفل خاص ينعس لعدد الساعات الكاملة ديالو.
خاصنا نعرفوا ان الوليد ولا البيبي ملي كيتزاد في الاول وفي الشهور الاولى والاسابيع الاولى دونك ما كنهضروش على حتى كيكبر كيكون في حاجه على ان يربط واحد العلاقه اللي كتكون عاطفيه مع الام ديالو اللي كتعطينا لاكورداج افيكتيف. هاد العلاقه كيفاش كتربى كيفاش كتنمو؟ كتكون الام كتلبي الحاجيات ديال الطفل، ولكن الحاجيات ماشي هما غير الحليب والرضاعه ونبدلوا لي كوش، ولكن حتى الوقت، يعني لو فات انك تضحك معاه، انك تعطيه وقت، انك تلعب معاه، انك تهضر معاه واخا باقي عنده شهر وشهرين، انا ربما كتخرج معاه شويه، هذا الشيء كامل زيد يعني يزيد يوم على شهر على هذا، اش كيعطينا؟ كيعطينا ان ذاك الوليد يعني كيتعلق بالام ديالو والام حتى هي كتعلق بهذا الوليد. وهاد العلاقه بين الطفل والام مهمه بزاف، وبالاخص في الشهور الاولى من الولاده، هي اساس العديد من الحوايج في النمو ديال الطفل. الابحاث والدراسات بينات بين الام كتكلم مع الرضيع ديالها مع ولدها في الايام الاولى من حياته، وهذا الشيء كيحفز الحركه والنشاط عنده. العديد من الدراسات دارت على هاد العلاقه بين الطفل والام ديالو. الدراسات بالضبط داروا على العلاقه، يعني حاولوا يشوفوا شنو هما العلاقه اللي كتربط واحد 44 طفل بالام ديالهم. ودونك هاد الوليدات كانوا تيشوفوا تيراقبوهم في المدرسه، تيشوفوهم كيفاش كي ملي كيتحطوا في الصباح في ليكول شنو هي رده الفعل ديالهم، وملي كتجي الام في العشيه عاوتاني باش تجي مراهم كيفاش تيكون التجاوب ديالهم مع الام. وهنا شنو لاحظوا ان يعني تقريبا كاين واحد ثلاثه الانواع ديال التعلق. كاين بعض الوليدات اللي كيكون عندهم واحد التالق امن سيكوريزون، هاد الوليدات كيكون عندهم ترباو في واحد مع واحد الام واحد الجو عائلي اللي عطاهم واحد لا سيكوريتي، عطاهم الثقه في النفس، عطاهم واحد الراحه. ثم هناك اطفال اللي تيكون عندهم واحد لاتاشمون امبيفالون. شنو هي امبيفالون؟ يعني ان الام ديالهم مره كتكون مره ما كتكونش. ومني كنقول كتكون وما كتكونش ما كنهضرش غير على يعني كاينه من ناحيه انها موجوده في الدار، حيت الام ربما تقدر تكون كاينه ولكن عندها انهيار عصبي او لا عندها مشاكل نفسيه اللي كتخليها هي كاينه وهي ما كايناش، يعني ما عندها، بحال نقولوا عندنا حنا ما عندهاش الخاطر. ثم هناك اطفال اللي ما يعني ما كانش الام ديالو موجوده، ما قدرتش، تيكون عندهم واحد لاطاشمون انسيكور. ما معنى انسيكور؟ يعني داك الجانب اللي باش غيحس بالامان ما كاينش او قليل جدا. هناك دليل على ان هاد العلاقه بين الام والطفل فيها واحد اضطراب، وخاص يعني خاص الام تحاول ان تقرب من الطفل ديالها. حنا علاش كنهضروا على هادشي؟ باش نبينوا ان الطفل في السنه الاولى ديالو ملي كتدونك الوقت اللي كيكون محتاج في الام ديالو كيكون كينمي الذكاء ديالو، داك الانتيليجونس ديالو، ولكن جميع انواع الذكاء. ماشي حنا تنقولوا الذكاء، ما كنهضروش غير على لو كوتي كونيتيف، كنهضروا على الذكاء الاجتماعي، الذكاء العاطفي، يعني جميع انواع الذكاء. حسب دراسات اللي دارت، الام خاصها تتكلم مع وليداتها، الام خاصها تلعب مع وليداتها وتعطيهم الوقت الكافي لهذا الشيء، الام خاصها تسمع لوليداتها. العلاقه بين الام والاطفال ديالها هي الاساس في العديد من الحوايج في التكوين ديال الطفل، والتلفازه بالقياس ماشي هو الحل حسب المختصين ديال الاطفال. اول حاجه خصنا نفهموا ان الطفل ملي تيكون صغير، مثلا طفل مشى للروض راه كيدوز النهار كله وجالس فوق واحد الكرسي ربما 6 7 8 ديال السوايع، يعني من الطبيعي ان هاد الطفل ملي غادي يدخل في العشيه للدار خاصو يلعب، خاصو يضحك، داكوغ، ما خصوش نقبطو عاوتاني ونعاود نحطو حدا واحد الشاشه. هنا بزاف ديال الاباء تيقول لك ابني الولد ديالي حركي بزاف، دابا ولات واحد لا مود ديال لي بير اكتيفيتي. الحركيه هي كاينه المفرطه لو تي دي اش، ولكن ماشي جميع الاطفال عندهم لو تي دي اش. حنا اللي ولينا كنلاحظوا بعض الاباء بحال اللي قلتي يعني ما تيكونش عندهم الخاطر بزاف، تيحطوا داك الطفل لمده ساعات حتى التلفزيون في الليل، يعني بنهار في الروض وبالليل حدا الشاشات. دراسة دارت فرنسا بينات بالأرقام شحال كيدوزوا الأطفال من ساعة قدام التلفازة. 77% من الأطفال قل من 50 كيتفرجوا في التلفازة، 64% من الأطفال كيشوفوا التلفازة الصباح قبل ما يمشيوا المدرسة. النقطة الثانية هو خاص يكون واحد يعني لا كومونيكاسيون، الدراري خاصهم يتحاوروا مع والديهم. الوليد ملي يدخل للمدرسة في العشية نحاولوا نعطيوه واخا غير ربع ساعة ولا نص ساعة نهضر معاه، نضحك معاه، أشنو درتي في المدرسة؟ كيفاش داز النهار ديالك؟ أشنو درتي؟ نحاول ما نعطيش النصائح بزاف ولكن نحاول أنني نتسمع ليه، علاش؟ باش هذاك الطفل من يكبر يثق فيا ونثق فيه، يكون واحد التبادل بين الآباء وبين الأطفال، ويكون الطفل ما ولفش على أن دائما سد عليه في بيته مع 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 الشاشة. وهاد القضيه ديال الوليدات الصغار سادين عليهم قدام التلفازه ولات شبه ظاهره ولينا كنشوفوها بزاف. تكلمنا على العلاقه بين الام والاطفال ديالها، ولكن حتى الاب عنده دور كبير في هاد العلاقه، وكذلك بهذا الموضوع ديال الطفل والشاشه. بعض الاباء هنا كنأكد كيخافوا
ان يحطوا قوانين مع وليداتهم. مثلا كتهضر مع واحد الاب، باش نعطي امثله بحال اللي طلبتي مني، تيقول لك لا ولكن كنخاف نحيد ليه مثلا لا طابليت، الا حيدت ليه لا طابليت ما غيبقاش يبغيني، غيتعصب غيدير هذا. بحيث وصلنا لدرجه ان ولينا كنشوفوا اطفال غير اليوم في الصباح، اطفال ديال 3 سنين ملي كنحيدوا لهم لا طابليت كيبداو يهرسوا كيبداو يشرغوا كيبداو يقطعوا حوايجهم، وكتلقى الاباء اللور وخايفين. يعني راه المشكله ولات في الاباء ماشي في الاطفال. هنا راه الاباء عندهم واحد الدور تربوي، داكو نفهموا وليداتنا مزيان، ولكن حتى الجانب التربوي مهم. احنا مسؤولين على التربيه ديال وليداتنا، وخصنا نفهموا ان المراهق حتى 18 19 عام يعني ما عندوش القدرات باش يشوف يعني سور دو لون تيرم اشنو غيوقع. داكشي علاش هذاك تيكون الدور الاباء. مثلا نقول مثلا درتي هذه الحاجه راه يقدر من هذه الناحيه ما يوقع. اذا التلفازه ولا الشاشه بصفه عامه فيها مشكل، حسب هادشي اللي سمعنا ليه خبراء ومختصين قالوا الراي ديالهم فهادشي. واش كيقول العلم والدراسات اللي دارت على هذا الموضوع ديال التلفازه الشاشه بالاشكال ديالها والاطفال، دابا اش المعمول، اش خصنا نديرو باش ما يكونش هاد المشاكل؟ Je vous propose d'éviter les connexions et les écrans dans les chambres. Aussi, favoriser beaucoup les jeux libres, les jeux de société. Aussi, alors la motricité globale, on est toujours dans les jeux. La motricité globale, elle favorise. Alors, on a besoin de notre corps pour favoriser justement un bon apprentissage. Et aussi alors mni kiji عندنا طفل كيقول لك كيبقى كتعطيه يلعب كتعطيه beaucoup de choses à la fin كيقول لي انا قنط moi je m'ennuie effectivement il a besoin de s'ennuyer un petit peu. Alors une fois il s'ennuie au bout de 5-7 minutes grand maximum il va créer une activité. الطفل خاصو يلعب، خاصو يتحرك، خاصو ينقز، خاصو يجري، خاصو يلعب بيديه. وتكلمنا على الحاسه ديال اللمس والدور ديالها في النمو ديال الطفل. اللعب مهم عن الطفل، الدراسات بينات باللعب الطفل كيتعلم يكتشف العالم اللي داير به. اللعب كيسمع للطفل ينمي القدرات ديالو على الاختراع والابتكار. اللعب كينظم كذلك التفكير عن الطفل، وكذلك كينمي الذكاء عنده. واحد الحاجه اخرى اللي هي مهمه، نوعيه وليداتكم فاش كيتفرجوا. دابا الناس ما كيختاروا حتىش من الاذاعه، يعني دابا ولات واحد الظاهره، ولينا كنشوفوا بعض الاطفال كيجيو عندنا ما بقاوش كيهضروا بالدارجه، ما كيهضروش بالفرنسيه، كيهضروا اما بالعربيه الفصحى. هو راه الطفل باقي ما مشاش للمدرسه، علاش؟ لان كيهضر غير باللغه اللي كيشوف في التلفزيون ولا بعض اللغات اخرين اللي اصلا ما كاينش كاع حنا عندنا في المغرب. علاش؟ لان هذاك هو لو موديل ايدنتيفيكاتور ديالو بالنسبه ليه، وهذاك الشيء هو اللي كيعرف. اذا حتى الاباء، حتى الا غتخليو ولادكم حدا الشاشه وحدا لي طابليت، على الاقل تحكموا شنو كيشوف فاش كيتفرج. راه كاين دابا في التلفزيون تيقول لك ناقص 12 عام، ناقص 10 سنين، ناقص، يعني ولاو برامج فيهم يعني ابارتير دو كيلاج الطفل مكلو يتفرج. وهاد القضيه ديال فاش كيتفرج الطفل مشكل كبير، سواء التلفازات، دي في دي، البي سي، سمارتفون ولا الطابليت. اختيار البرامج مهم بزاف. الافلام اللي فيها العنف مثلا عندها تاثير كبير على الاطفال، هي ماشي غير يمكن ليها تعلمهم العنف، ولكن يقدر ان العنف يولي عندهم مساله عاديه، مساله طبيعيه. طفل صغير باش نوكلوه واش نعطيوه غير الفانيل والشكلاط؟ ان بيبي صنع بيبي ولا من بيتي طونفون صنع نعطيوه اللحم، نعطيوه الخضره، نعطيوه لي فخوي، ومره مره نعطيوه ان بيتي شوكولا ولا ان بيتي بونبون، حيت حنا عارفين بان سي با نوتريتيف. الوغ لو سيرفو سي لا ميم شوز، حتى هو تيتنمى، حتى هو تيكبر، غير الجسد تنشوفوه تيكبر، لو سيرفو ما تنشوفوهش. مي سي با اون ريزون باش نعطيوه اللي كان باش يكبر. انا بور مو الشاشات هي اللي كان، ميمكنش نحذفوها، ولكن غادي نقصوا منها. ديجا لو بيبي تكلمنا عليه ما نقربوليهش، مي ا بارتير دو 3 ans نعطيه ا بيتي دوز اي سو كونترول. التلفزه ولا الشاشه بصفه عامه ملي كيكون السلك المفرط كتاثر على الاطفال، على الدماغ ديالهم، وسمعنا وشفنا كيفاش. واش كتقول الدراسات كيفاش كيتاثر بعض المناطق ديال الدماغ ملي كتفرج فيها الاطفال بزاف؟ دابا سؤالنا، كيفاش نتعاملوا مع التلفزه باش ما يكونش مشكل نمشيو عمار ونعرفوا علاش؟ بغيت نرجع للدراسات واش يقولوا. تيقولوا ان الاطفال قل من 3 سنوات ممنوع التلفزيون والشاشه والطابليت، ويعني هذا الشيء كامل ممنوع. علاش؟ لان 3 سنوات الاولى خاصنا نعطوا فيها الوقت للطفل ونهضروا معاه ونضحكوا معاه، ويعني الدور الام انها تعلم هذاك الطفل.
من بعد من 3 سنين حتى 7 سنين 8 سنين كنقولوا 45 دقيقه ماشي اكثر. ما بعد من 7 سنين حتى 12 13 عام تقريبا ساعه ونص الا كثرنا. من بعد المراهق ملي كيوصل 13 عام، وهذا السؤال اللي كيسولونا بزاف الوالدين، يعني ولدي عنده 15 16 عام كيدوز 6 ساعات في النهار في لا طابليت في الليل ما كيبغيش ينعس. هنا الاجابه هنا ما غاديش، هنا ماشي محدده، ما كاينش واحد التقنين، ولكن شنو كاين؟ كاين الاجابه على حسب الشخصيه ديال المراهق. الا كان عندك واحد المراهق اللي يعني كي مثلا كي في المدرسه كيقرا مزيان ما عندوش مشكل، عنده واحد القدرات الاجتماعيه، كي عنده صحابو كيدخل كيخرج مواكب، هنا نخليوه ماشي مشكل داكوغ. ولكن الا الولد ديالي عنده صعوبات واخا يكون عنده 15 ولا 16 عام نحاول ان ما يفوتش ساعه ولا ساعه ونص في النهار. اذا هنا الشخصيه هي اللي كتخلينا نلقاو شنو نديروا مع المراهق. اذا سمعنا لكل عمر شحال المده الزمنيه اللي يمكن يدوز قدام الشاشه وعرفنا علاش وشنو هي التاثيرات، لانه لا يعقل ان الطفل الرادع باقي ما عندوش 3 سنين من كيفيق قدام التلفازه كيكون قدام التلفازه كينعس قدام التلفازه. نزيدو نسمعوا الحلول، نزيدو نسمعوا على النصائح باش نتجنبوا هاد المشاكل اللي كاينين. لعبوا مع وليداتكم، خرجوهم معكم للسوق، خليهم يتوسخوا، خليهم يكتشفوا العالم اللي عايشين فيه، ماشي عالم التلفازة وعالم اصطناعي. خاص العالم لا فغي في يتحركوا فيها ويقيسوا الحوايج وحسوا بوليداتكم، فرحوا معهم وعلموهم داكشي اللي كبرنا فيه. اللعب مهم عن الطفل، اللعب مع الوليدات الاخرين مهم في النمو ديال الطفل، اللعب مع الاخرين كيعلم الطفل العديد من الحوايج، كيتعلموا كيفاش يتعاملوا مع الاخرين، كيفاش تكون الثقافه ديال العائله ديال المجتمع، كيفاش انه يتعلم يحل المشاكل اللي يمكن يلقاها مع الاخرين، كيفاش انه يتصرف ما يكونوا صراعات. في لي برينسيپ ديال التربيه ديال الطفل، تا خصنا نقولوا له دير وفعل وما ديرش، ولكن قبل ما نقول له دير ندير انا بعدا. ممكنش نقول له لا سير بيتك ما عندكش تلفازه وانا شاعل تنتفرج في التلفازه، ولا انا شاد في يدي اون طابليت. دابا تندخلوا للمجتمع ديالنا تتلقى الام شاده طابليت، الاب شاد سمارتفون، كل واحد شاد شي حاجه. دونك ممكنش نقول لها الطفل اللي انت ما ديرش. بغيت ولدي يقرا نشد انا كتاب، بغيت ولدي فاش نكونوا جالسين في الطبله ما ينوضش ما نوضش انا، ما نستعملش سمارتفون ديالي في الطبله. محيت الوليدات يتعلموا باغ كوبينغ، يعني بالنقل، تنشوف فيك انا في ميغوار. باسكو واخا تقول لك لا خصو يقول يدير داكشي تنقول ليه، لا راه تيدير شي تندير انا. دونك قبل ما حنايا نعاقبوا وليداتنا ولا نلوموهم على هذا الكومبورتمون، نحسنوا لي كومبورتمون ديالنا عاد نطلبوا منهم هذه القضيه. في هذا الروبورتاج على العلاقه بين الطفل والشاشه شفنا حاله، سمعنا الشهاده ديال الاب ولدو كان عنده هذا المشكل، سمعنا وعرفنا اش كيقولوا الناس المختصين في هذا الشيء وشنو هي التاثيرات على الدماغ على الصحه على السلوك على النوم على التركيز وغيرها من المشاكل اللي يمكن تبان عند الاطفال. وهاد المختصين تكلموا لنا على الحالات اللي كيجيو للعياده عندهم. الاخصائيين اللي سولنا قالوا لنا بان الطفل خاصو يلعب يتحرك يجري، ماشي دائما التلفازه الطابليت الالعاب الفيديو ولا غيرها. التلفازه ولا بصفه عامه الشاشه نوع من الاستهلاك، اذا نعلموا وليداتنا كيفاش كيكون هذا الاستهلاك، لان الافراط في اي حاجه فيه مشكل. الحلقه ديالنا انتهت، الموعد ديالنا من نشر باش نتعرفوا على موضوع جديد كيهمنا كمستهلكين. الى اللقاء.